مشاهدي قنواتنا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريرنا اليوم من سوق الحلال جوبة محافظة ديالى، مكان هاي الجوبة في قضاء بعقوبة في منطقة الباوية، تبعد عن الشارع عن شارع بعقوبة كنعان بمسافة 2 كيلومتر، مسافة 2 كيلومتر على يمين الشارع في منطقة الباوية. إن شاء الله راح نطلعكم على أسعار الحلال بمحافظة ديالى، تابعونا ولا تنسون الاشتراك بالقناة ودعمها بلايك ومشاركة المقطع. متابعينا، هذا هجين افغاني، سعر التقدير 250. متابعينا هذا النوع قبرصي، هذا قبرصي له هجين؟ لا قبرصي، قبرصي مضبوط. ايش قد سعرها؟ 200. هاي سعرها 200 حسب صاحب الحلال، هذا قبرصي. متابعينا ذني عراقيات، سعرهن عمي؟ سعرها 350. يقول 300؟ يرهم يرهم ب 300. يرهم اي موجود. متابعينا هذا الماعز حمداني، يعني مو مضرب على افغاني؟ لا لا حمداني هندي. هذا سعره ايش قد؟ والله سعره من 500 الى 600. من 500 الى 600، بس لا ترفع عالي، شوف سعر مال البيع المضبوط. وهاي سعره؟ ها زين مال الحجي. هاي ممنون. ايه مشاهدينا ذني هنديات، نوع هنديات، كلهن هنديات ويريدونهن جملة. كم واحد هن؟ ستة. مشاهدينا هذا التك ب400 هنديات. شنو غير حاطة؟ حاطة غير بها صمغ، هسه انا عندي صفر بها صمغ. طيب هسه هجني ولا ما زهقك عباس؟ تريدها؟ عمي عمي ايش قد سعرها؟ حاطه على اولاد. ايش قد سعرها ابو؟ هاي 3.5. 350. هاي عراقيه، نوعيه جيده. هاي مشاهدينا ذني الانواع افغانيات، سعر الوحده 300. سعر الوحده 300. هذا افغاني. مشاهدينا هاي سورية، الماعز السوري، هاي سعرها 250. هاي شنو نوعية تنبو؟ أفغاني. هذا شلون سعره؟ هذا 752. اثنين هن 750. هاي شنو عراقيات مو؟ عراقيات يا عمي. شقد والدات؟ كم بطن يعني؟ ثلاث بطون. ثلاث بطون. شقد سعرهن؟ اثنين هن 600. 600 اثنين. كل التوفيق ان شاء الله. حلو. عشر يعني؟ ايه محطات على ميلاد. شوفوا
الله يوفقكم ان شاء الله. عمو بيش سخلتك؟ 300. شنو هي هاي نوعيتها؟ 300. شن بطن والده؟ بطنيه. ها؟ بطنيه. متابعينا هذا النزوج طليان ب 250. 250؟ 250. عمرهن شهرين. هاي الغنم العواسية عراقية. سعر 700. الزوج 700 مو؟ الزوج 700. هذا أيضا عواسي عراقي وراجين. الزوج 600؟ محملة. أي نعم نعم أي. وبيها مجال. بيها مجال نعم. كل التوفيق إن شاء الله. هاي أيضا عواسيات. أي وهاي بناتهن. هي وبنتها ب500. هاي هي وهن لا اثنين أفضل. اثنين ب500؟ زوج ب500. 510,000. 510. هاي الزوج صاحبهن مشتريهن. قول 40. هذا الطلي 325 ومنطينا 330. اي منطينا 330 للحجي. هاي في حلة؟ هاي طليان في حلة، طليان عراقية. سعر الزوج 500؟ ايش قلت لي؟ 5.25. يعني 525. الزوج 525. ابن عمي هاي مال يا ديرة؟ مال بلدروز. هاي مال بلدروز، قضاء بلدروز، محافظة ديالة. كل التوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. حفظك. هاي أكباش طبعاً بنات السنة مو؟ لا يعني سنة عمرهم. تمريات تمريات. تمريات سنة عمرهم ذني. لا جوا السنة. أقل السنة. 10 أشهر. إيه يعني بموسم التمر. إيه. الزوج بيش أبو؟ بيش الزوج؟ 650. الله يوفقك إن شاء الله. عمري كل التوفيق إن شاء الله. بس خلي الطعم. مشاهدين هذا حلال سوري. هاي سعر عمرها أقل السنة. مشاهدينا هذا ب 600 الزوج. هذا طلع عراقي سعره 450. وعمرهن أكثر من 4 أشهر. هاي الغنم الحمداني. هاي الحمدانية تتميز بالخشانة والكبر. أبو شلون سعرها هاي؟ 500. هاي 500. هاي سعرها 500. مشاهدينا هذه مطفل. هذا ابنها هم شكله حلو. هاي العواسية العراقية سعرها زوج بيش 350. هي وبنها ب 350. شن بطن جايبة؟ 4 بطون جايبة. مشاهدينا هاي مطفل عواسية جايبة توم. هذا ابنها وذاك الاخ اللي صورنا. ايش قد سعرها ابو؟ 3.5. هاي 3.5. سعر البيع ب 3.5. كم بطن جايبة؟ بطنين. وهاي البطن؟ اي هاي البطن. اه يعني بطن قبلها. بطن قبلها. هذا الفحل العواسي بيش تريد عمي؟ عين ب 6.5. تعامل ب6.5. ايه. واللي يشتري نشتري بيها مجال. ها خير ان شاء الله. يلا سولف حجي. عيني ممنون. ابو دعاء السلام عليكم. عليكم السلام.
انت من تشتري تفحص بالنسبه للفحال؟ الفحال نفحص اولا سنونه. سنونه السنون خاف فحل كبير. اي وثانيا مثل ما قال نفحص قرونه خاف عيب باكر عقبه واحد يدياخذه مثل الضحايا. نعم. وثالثا ناخذ منه راعيه شروط خان ينطح. زين اخوي يكفز الغنم يكفز يشمل لو ما يشمل. يشمل ما يشمل. اي هاي شروط الفحل وخاف كبير والفحل مثل ما يرهام او ينطح بشريه. عافية. اي لازم الفحل ياخذ كامل المواصفات لان هذا وراه مثل جهاز ما جهاز. بعد ايش تفحص السمن ماله؟ سمين ضعيف. منين تفحص السمن مالته؟ السمن منا من هذا البكان ينفحص الفحل. ها من الظهر. مو اخاف نقول نقول بس ابو دعاء ممنون جدا. بارك الله فيك. الله يحفظك. مشاهدينا هاي العجاه هاي مضربه بعرشيليه هاي نوع من الانواع الموجوده بالعراق. سعرها ب 350 هاي العرشيليه. هاي البقره الزراعيه فريزي نوع فريزي. دير بالك مصطفى. ابو عبد السلام عليكم. هاي ايش قد عمرها تقريبا؟ والله هاي كم بطن جايبه؟ جايبه 3 بطن. ايش قد سعرها؟ السعر مالها 4 ملايين. هاي جايبه توم؟ توم. يعني هي وتومها لو هي وهذا بس؟ قصدي تبيعونهن هي وذاك؟ لا لا بس واحد. بس واحد. بس واحد. ايش هي عامل باربعه ولا شرايين بين هاي العراقيه. اي عمو هاي ايش قد سعرها؟ 3700. 3700 الله يرحمه. اي صور صور ابو علاء. وقعد هاي ايش؟ هاي عائله ابراهيم هنا. ابراهيم القريشي. يلا تفضل عمي. هاي ايش قد سعرها ابو؟ هاي عامل عليها ب 2.5. ايش قد عمرها؟ اول بطن. هاي اول بطن. هذا اول بطن لها؟ اول بطن هذا. تك 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 تك. على كل عيب؟ على كل عيب شرط الجديد. مشاهدينا هذا ابن الجاموسة الحولي مالتها وهاي الجاموسة. محمد وبعتها قبل حمد. هذه راعيها يطلب عليها 4. يطحليب ما تحتش فيه 40 كيلو. 40 كيلو. مش شوف شلون صاير من الحليب صاير عجوي. 40 كيلو. شرط الحليب هاي عمو. ايش قد سعرها؟ 600. 1600 مليون و600 حلال ديال هذا. اي على راسي. هاي بقره مضربه ببراون. ايش قد سعرها ابو؟ 4.5. مطفل؟ لو حاطه 10. هاي مطفل. عامل راعيها ب 2.5. هذه سعرها بواحد ومية. مشاهدينا هذا الجاموس جاموس العراقي. حج رعد هذا الشفج بيش حجين. هذا بواحد وربع. واحد وربع. كل التوفيق لها ان شاء الله. ابو حسين هذا اليمك بيش؟ مليون و200. وهاي بواحد ونص. هاي الجاموسة؟ ايه. هاي شنو وضعيتها؟ الجبة وراها شيء عشرة؟ ها؟ جبة. هاي الجاموسة بيش ابو حسين؟ فوق اثنين. باثنين هاي باثنين. مشاهدينا باثنين هاي الجاموسة العراقية. وعشرة عشرة. مصطفى انت وين راح تنشر؟ ايه هذا الخالص. هاي جاموس الخالص؟ ايه شهرين عليها. هذا جاموس الخالص. هذا جاموس دياله. والنعم من اهل دياله. نعم الله عليك. فضكم. مليونين هاي ستار. مليونين مليونين نعم. شهرين. شهرين. باعت ايضا جاموسه انباعت بواحد وربع هاي البرشه. شهر.
تقديرك ايش قد طلع اللحم؟ طلع 500 جرعات؟ 530. هاي زوج بيش ابو زوج بيش؟ 4.5 البركه يا مربال. هاي 4.5 البركه يا الله طبعا. حجي رعد ايش قد يطلعن وزنهن؟ 530 540 كيلو 530. على 530 كيلو. هنا عندنا بالكيلو كبغداد عندهم بالحقه يختلفون علينا. نعم نعم. الزوج ماله ب 400. هذا العجل ب 200 زوج 4 و200 نعم. نعم نعم. هذا الثالث. من هذا الكبير الاستاذ ماجد. ابو حسين ذني بيش؟ 4 ملايين جاي. هاي 4 الزوج. هاي الزوج سنة 4 ملايين جاي. ابو حسين هذا ايش قد سعره؟ 2.5 وصل 2.5. هذني حوالي رباط. استاذ ماجد صاحب قناة على وسقه. هاي شلون اسعار هنا ابو متابعينا؟ هاي الزوج 2.300. اي عيني هذا سعره متابعينا 700. قد اسعارهن؟ ايش قد اسعارهن؟ اسعارهن خمسة حجي تدلل. ايش قد اسعارهن؟ مشاهدينا هذا الزوج 1.700. مشاهدينا هذا الناعم. هذا الناعم. هذا الناعم حجي. هذا الناعم ايش قد سعره زوج؟ على 5.5 واحد. لا لا ما سوين 1.4. قلب 1.4 هذني الناعمات 6.5. مشاهدينا هذا سوق الأباشير. هذا الزوج 1.200. 1.200 هاي الزوج باثنين. ليش السوق الغالي؟ مو لي الملعب. هم عدين بعد 900. اسعارهم يعني هسه اي مسترى مالتك بيسه مسترى. ها هذه اي 7.5 7.5 وهذه 700. 720. الله يوفقك فيهن ان شاء الله كل التوفيق. وهاي مشاهدينا ذني الاباشير على 700. حلال بزرة بلادي. نعم نعم. مشاهدينا هاي الاباشير ايضا على 7.5 750 الوحده. بكر 750. مال رباط هذا. اي مال الرباط. اي اعرف قد عمره هنا ذن؟ على السنه قبل السنه. عندك كاوش بطاطي صورتك؟ انا صورت له صور هنا في صوره. في صوره. اي مال الرباط. هذه متابعينا شوفوا هاي الضعيفه. هاي يسمونها هجون. هذا كافزه وهي بعدها صغيره. شوفوا حتى ما تشبع بنتها. سعرها 1,000,000 هي وبنتها. هذا اللي نوهنا عليه عدم التبكير بصراف الأبقار. متابعينا هاي الجبة يعني ما وراها شيء. إيه هاي الجبة هاي جيراننا. إيه أخذناها 1,300,000. إيه آخر عمي خلي يشوفها زين. إيه حليب من ذانها يطلع خير من الله. شلون شلون؟ هلا أقف حليب من ذانها شلون؟ يعني حليب فياض. إيه ما شاء الله. إيه النوب من ذانها. شوفي شلون هاي ادري شلون من ذانها. انا مال ابو همام العبيدي على راسي. ايه كل العبيد. ايه هاي هاي شيء هي مالته. ايه 1,300,000 موفق ان شاء الله. رحم الله والديك. كل صور هنا. صور هنا اسعارها. اسعارها سعرها 3.5. مشاهدينا الأحبة من محافظة ديالى الخضراء نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقطعا مفيدا ونافعا عن أسعار الحلال في سوق جوبة محافظة ديالى في بعقوبة في منطقة